بسم الله، عاملين ايه يا رجاله؟ احنا النهارده جايبين فيديو اختبار لقوه سلاح الكاستم كريستال. السلاح ده جامد جدا يا جماعه، فحبيت ان انا اعمل فيديو ليه نوضح قوته. يعني ماشي، لو انت مش فاهم ايه هو الكاستم كريستال، في بيتجمع روبونات، اللي هو بيتجمع روبونات. الروبونات بتيجي منين؟ دي مهمات بتعملها الجيم، بيخليك بيطلبها منك بتعملها، وبيديك مكافأة اللي هي الروبونات دي، فتقدر تجيب بقى، بيديك يعني الجوائز اللي هي الأسلحة زي الكاستم زي الشوفل. ماشي، الكاستم طبعا زي ما احنا عارفين بيجي من 20 روبون. في تحت الفيديو في الوصف هتلاقوا رابط فيديو بتاع شرح الروبونات بتاعي، خش واتفرج عليه وشوف لو انت مش فاهم ايه هي الروبونات، وتشوف الكاستم ده بيجي منين. يعني الشرح بتاع الشرح اللي تحت الفيديو في الوصف هو اللي بيقول لك ازاي تجيب الكاستم كريستال. ماشي، نخش على kill. Unbreakable. Just
بس هو ده كان شرحنا، اتمنى يكون الشرح عجبكو. ما تنسوش يا جماعه في جروب لكروس فاير، مبدع اليوتيوب لكروس فاير تحت الفيديو في الوصف، اللي عايز يخش معانا يقدم واحنا نقبله. بننزل اي ايفنت جديد، اي حاجه جديده في اللعبه بتخص اللعبه بتنزل، اللي عايز يعني يخش ويقدم يعني نقبله ويقدم واحنا نقبله. ماشي، بس هو ده كان شرحنا، اتمنى يكون الشرح عجبكو. ما تنسوش اللايك وتعملوا زر السبسكرايب. كان معكم محمد من قناه مبدع اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.